الأولاد الأولاد ثم الأولاد ثم الأولاد، يعني هي دي الفكرة في دراما الآخر. ممكن تساهم في تغيير الطريقة اللي احنا بنعالج بيها الأمور، الطريقة اللي بنفكر فيها، الطريقة اللي الرجالة بيفكروا فيها. وهرجع لنقطة دايما بقولها، ان اللي بيربي رجالة ستات، احنا اللي بنربي الرجالة والولاد دول، احنا اللي بنطلع ده، فلازم احنا كمان نراجع نفسنا في الطريقة اللي بنربي بيها ولادنا. 20 ثانية يعني. انا عايزه ابني على اللي قالته مريم في قصه انه يعني النهارده الصبح مثلا متصلين بيا انه زوج جايب مامته ضربه مراته ومحجبه منزلها بقميص النوم من غير الطرحه بعيلين 3 سنين و6 سنين في الشارع، والخناقه كلها على الشقه. الحقيقه انا بقول للام دي اللي هي الحما يعني، وكل الامهات اللي من النوع ده، ان هم لو مش مخالفينها ما كانتش خدت الشقه ولا هتقعد فيها، ولا الشقه بياخدوها لنفسهم، هم بيقعد فيها اولادك احفادك. عشان كتير جدا من الامهات تيجي تقول لي انا محرومه اشوف احفادي. لازم الامهات دي كمان تلعب دور مع اولادها في انها يبقى التسريح باحسان مش بالطريقه البشعه دي.